السلام عليكم. إعداد خطير جدا، إذا كان مفعل على قناتك فهو ممكن يؤدي إلى كارثة. طبعا إذا كان هذا الإعداد مفعل فراح نشوف كيف بدنا نلغي هذا التفعيل، وأهم شيء بدنا نعرف السبب في إنه هذا الإعداد خطير. طبعا تابعونا للنهاية علشان تستفيدوا، راح نشوف كل هذه الأشياء خلال هذا الفيديو، وإن شاء الله في نهاية الفيديو سوف تخرجون بنتيجة ممتازة. نضغط على الإيميل أو الجيميل، نضغط هون على بروفايل الجيميل اللي في الأعلى، يجينا طبعا جميع الحسابات الجيميل اللي موجودة على جهازك. احنا راح نستعمل أو نشتغل على حساب واحد فقط، والباقي نفس الشيء. يعني الأفضل إنك تعمل الخطوات اللي راح نعملها على جميع الإيميلات أو الجيميلات اللي موجودة على قناة على جهازك. ندخل على المعلومات الشخصية، ننزل لتحت شوي، هون في عنا الهاتف، ننزل لعند الهاتف. طبعا أنا في عندي أكثر من هاتف، هاتفين نستعملهم يعني علشان الإيميلات. نضغط على الهاتف، هون ننزل شوي لتحت، لاحظ في عندي ثلاث أجهزة. هذا الجهاز اللي أنا بشتغل عليه الآن، هذا الجهاز وكمان جهازين. طبعا راح نشتغل على هذا الجهاز فقط. الآن هذه هي الإضافة اللي موجودة، إذا كانت بهذا الشكل مفعلة فلازم أنت تلغيها فورا، وعلشان نعرف شو السبب. هلا أول شيء بنلغيها وبعدين بنحكي ايش السبب. هلا بنضغط هون على هذا الجهاز، نضغط هون، هون ايش بيحكي لي؟ هل لديك الرغبة في ايقاف عملية اثبات الهوية بشكل تلقائي؟ اثبات الهوية بشكل تلقائي، لاحظ، يعني انت لما بتضع شريحة في الهاتف فيتم اثبات الهوية على الرقم اللي انت وضعته. يعني إذا كان الرقم مش إلك أو الشريحة مش إلك فسوف يتم إثبات هوية هذا الشخص اللي وضع الشريحة في جهازك. فلذلك هذه هي الخطورة، يعني بإمكان هذا الشخص إذا وضع شريحة في جهازك إنه يصل إلى جميع المعلومات، وإذا كان في عندك قناة ممكن يصل إلى قناتك. نرجع مرة ثانية، هلا ستتوقف جوجل عن إثبات ملكية أرقام الهواتف على هذا الجهاز بشكل تلقائي إذا أنت ضغطت على إيقاف إثبات الملكية. نضغط على إيقاف، لاحظ هنا توقفت رأسا، على طول توقفت. إذا في هذه الحالة أنت يعني أمنت جهازك، حتى لو أي شخص وضع شريحة في جهازك فهو لن يستطيع أن يصل إلى الإيميلات أو إلى قناتك. أتمنى أني أكون قدمت إفادة، وإذا أعجبكم المحتوى أرجو أن تشتركوا في القناة، والسلام عليكم.